بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي إليكم جميعا. في إطار قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديل رقم 1 لسنة 2020، وبعد قرار رئيس الوزراء الأخير بمد فترة تحصيل رسوم الجدية إلى 15/9/2020، أي لمدة شهر بدلا من 15/8/2020، نواصل حلقتنا في مناقشة ما يرتبط بالقانون من إجراءات لتنفيذه. واليوم إن شاء الله نتحدث عن حلقة مهمة في حالة قبول التصالح. في حالة قبول التصالح، على الجهة الإدارية الوحدة المحلية المختصة المقدم إليها طلب التصالح القيام بخمس نقاط هامة. أول حاجة، تحصيل مقابل التصالح. يتقدم طالب التصالح بعد إخطاره بقبول طلبه إلى الوحدة المحلية المختصة لسداد مقابل التصالح، ويكون معه أي مستند يفيد قيامه بسداد أي مبالغ أخرى تنفيذا لأحكام قضائية عن العين محل المخالفة المقدم عنها ملف التصالح، وذلك بموجب شهادة رسمية من الجدول في القضية موضح فيها المبلغ المسدد من غرامات للمحكمة، أو شهادة من دفتر التنفيذ في النيابة تفيد ذلك أيضا، وتكون معتمدة من النيابة العامة أي صادرة من المحكمة عن المخالفة، وذلك ليتم تسوية ما له وما عليه من مبالغ بالمقاصة من رسوم التصالح أو الإضافة واستكمالها إن لم يكن ما سدده للمحكمة يفي أو تزيد عن رسوم التصالح. دي الحالة الأولانية من الحالات اللي بعد قبول التصالح لابد الجهة الإدارية أنها تخطر طالب التصالح وعليه أن يتقدم لاستيفاء اللي هي سداد الرسوم الباقي عليه. فإذا كان مسدد رسوم للمحكمة ومسدد غرامات للمحكمة مبالغ كبيرة للمحكمة، يجيب شهادة من التنفيذ أو شهادة من الجدول بتفيد سداد هذه المبالغ ليتم خصمها من باقي الرسوم المطلوبة عليه في ملف التصالح لتسوية أموره المادية وإنهاء قرار التصالح بشأنه. تاني حاجة، لابد أن تتأكد الجهة الإدارية من قيام مقدم طلب التصالح اللي هو صاحب المخالفة، لابد أن تتأكد من قيامه بطلاء كل واجهات المبنى محل المخالفة، وذلك إذا كان المبنى واقعا في المدينة، لأن القانون استثنى من هذا الشرط القرى وتوابعها، حيث لا يشترط في القرى وتوابعها طلاء المبنى المخالف. احنا اتكلمنا عن البند الاولاني تحصيل مقابل رسوم التصالح. البند الثاني، ان تتاكد الجهه الاداريه من قيام طالب التصالح بعمل ايه؟ طلاء كل واجهات المبنى، ده في المدينه، انما القرى وتوابعها مش مطلوب الكلام ده فيه. الحاجه الثالثه اللي على الجهة الإدارية القيام بها، وهي إعداد مشروع القرار اللازم بقبول التصالح وفقا للقانون لعرضه على المحافظ المختص لاعتماده أو اعتماده من رئيس الهيئة المختصة حسب الأحوال، وفق نموذج 10 من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح 17 لسنة 2019. دي تالت حاجة. الحالة الرابعة، جزئية خاصة بالمرافق، على الجهة الإدارية اختار الجهات المختصة على شؤون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح خلال 15 يوم التالية لصدور قرار قبول التصالح، وذلك لاتخاذ شؤونها بخصوص الموافقة على توصيل وتركيب المرافق للعقار المخالف محل طلب التصالح الذي تمت الموافقة على طلب التصالح عليه. نقول تاني، أول حاجة تأكد من تسوية الرسوم،
تاني حاجة التأكد، الجهة الإدارية اللي بتعمل الكلام ده بعد قبول التصالح، التأكد من تسوية الرسوم، التأكد من طلاق كل واجهات المبنى في المدينة إذا كان عقار في المدينة، إنما القرى ما لا يشترط. تالت حاجة إعداد مشروع قرار قبول التصالح لاعتماده من المحافظ أو الجهة المختصة. رابع حاجة وهو خاص بالمرافق، على الجهة الإدارية اختار الجهات المعنية والمختصة بتوصيل المرافق في خلال 15 يوم من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، عليها اختار الجهة المختصة بتركيب أو توصيل المرافق للعين المخالف أو لمحل المخالف. خامس حاجة وهي مستند التصالح، وكما سبق أن ذكرنا في الموافقة على طلب التصالح يعتبر وثيقة أو عقد بين الوحدة المحلية وطالب التصالح بشأن العقار المخالف. ولذلك على الجهة الإدارية المختصة تسليم طالب التصالح نسخة معتمدة من القرار الصادر بالتصالح على أن يرفق به نسخة من الرسومات المقدمة موقعا عليها من اللجنة الفنية ومختومة بختم الجهة الإدارية، وذلك وفق إجراءات بعد قبول التصالح تتطابق مع إجراءات إصدار تراخيص البناء. وفي جميع الأحوال لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد، عدي تاني عشان مهمة جدا، لا يجوز إصدار قرار قبول التصالح إلا بعد سداد مقابل التصالح أو كفة الأقساط حسب الأحوال، ولا يجوز صدوره في حالة وجود أي مستحقات للجهة الإدارية المختصة. والخلاصة اللي أنا عايز أقولها في الجزئية دي إن قرار قبول التصالح إصداره مرهون بأن تكون ذمتك المالية حكوميا منتهية، ذمة خالية من أي شيء، ذمتك المالية حكوميا خالية من أي شيء، تسدد الرسوم كاملة وإذا كان عليك أي مستحقات أخرى غير الرسوم التصالح لازم تسددها أيضا، يعني تبقى طالع إيدك نظيفة من الحكومة كده، ما عليكش أي مستحقات مالية للحكومة بالمرة، وبكده تكون حصلت على قرار التصالح بتاخد منه زي ما قلت نسخة معتمدة من القرار مرفق بها الرسومات الهندسية المعتمدة، كأنك انت مطلع الرخصة ومرفق بها الرسم الهندسي الخاص بها بالظبط، وبكده تكون انتهت مشكلتك بإذن الله وحصلت على قرار بترخيص العقار المخالف. وبكده تنتهي حلقتنا النهاردة إن شاء الله، وإلى اللقاء في حلقة أخرى بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.